زي ما تعودنا الفترة اللي فاتت بنحاول دائما نفتح نافذة على الصحافة العالمية. النهاردة هنفتح نافذة مع حضراتكم على الصحافة الأمريكية اللي اهتمت بشكل كبير باتفاق الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين ووساطة مصر اللي نجحت في احتواء التصعيد داخل قطاع غزة. خلينا نقرأ أكتر التفاصيل من الصحف الأمريكية مع الصحفي الأستاذ محمد العالم المتخصص في الشؤون الأمريكية من واشنطن. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور، اهلا بكم وبالسادة المشاهدين. اهلا وسهلا. خلينا نبدا على طول مع الواشنطن بوست واشاده كبيره خلال الساعات الماضيه بالدور اللي لعبته مصر لرأب الصدع وانفاذ اتفاق الهدنه واستكمال الاتفاق. انا هنا الاشاره يعني الخبر او التقرير لفكره الدور التاريخي لدوله كمصر بجانب الدور اخر من قطر. يعني من المعلوم ان قطر كان دورها الاكبر كان دعم مالي للمقاومه او لحركه حماس وقطاع غزه في السنوات السابقه، لكن الدور التاريخي هنا والعلاقات ما بين الجانب الاسرائيلي وجانب المقاومه الفلسطينيه كان الرابط الاهم فيه هو الدور المصري بسبب التقارب اولا ثم العلاقات الامنيه والثقه الكبيره من المقاومه الفلسطينيه في الجانب المصري وقدرته على المفاوضه، وبالتالي راينا يعني في النهايه ان الاسرى الاسرائيليين تم تسليمهم اولا للجانب المصري عن طريق معبر رفح ثم الى اسرائيل، وهنا وضحت الثقه الكبيره وعامل الرابط الكبير بين المقاومه الفلسطينيه وبين الجانب المصري وبين الجانب الاسرائيلي ايضا. لهذا كما قلت يعني فكره الدور التاريخي ظهر بشده هنا، واعتقد ان الغرب يعني بدا يلمس هذه الفكره انه لا غنى عن دور تاريخ مصر في هذه القضية بالتحديد ثم في قضايا أخرى خاصة بالشرق الأوسط في المستقبل. أيضا في الواشنطن بوست إشادة من الرئيس الأمريكي بايدن باتفاق إطلاق سراح المحتجزين، لكن في إشارة يعني في الصحيفة لأنه بعض التحديات ممكن أن تقابل هذا الاتفاق في المستقبل. برأيك ما هي أبرز التحديات التي تنتظر هذا الاتفاق اتفاق الهدنة؟ يعني نعم، هو كان اهم يعني او ما ذكره تقريبا فكره الالتزام من الجانبين، لكن اللي وضح النهارده فكره الالتزام الاسرائيلي نفسه، لان المقاومه اعلنت تعليق الامر لبضع ساعات، لكن التدخل المصري كان حاسم هنا، لكن السبب الرئيسي كان فكره عدم التزام اسرائيل بالبنود، لان يعني الاداره الامريكيه تعلم جيدا أن إدارة نتنياهو لها أهداف غير الأهداف الإسرائيلية، لأن إدارة نتنياهو تعلم أن سقوطها السياسي هو أمر حتمي، وبالتالي هناك أهداف أخرى كان أولها التعنت من جانب قمت والجيش الإسرائيلي في فكرة أنهم يستطيعوا أن يعني يحرروا الرهائن أو الأسرى بالقوة العسكرية، وهو الأمر الذي أثبت فشله بالقطع واثبتت فيه صحه نظريه الاداره الامريكيه، وبالتالي التخوف الاكبر هنا من فكره اداره نتنياهو واداره يعني موقف لهذا يعني تبينت هذه التخوفات. ايضا كان في اشاره لفكره يعني حماسه والجانب الفلسطيني، لكن لا اعتقد انها مؤثره، لان يعني الطرف الذي يسيطر على كل شيء حاليا على الارض هناك هو الجانب الإسرائيلي. الحقيقة يعني الصحافة الأمريكية وغيرها من الصحف العالمية اهتمت بالمشهد امبارح، المشهد كان بيتصدر العناوين والمنشتات للصحف ووسائل الإعلام الغربية، فكرة استمرار هذه الهدنة أو اليوم الثاني للتبادل ما بين الأسرى المحتجزين في الجانب الفلسطيني في غزة تحديدا وأمام الأسرى الفلسطينيين. كان في حديث عن تبادل حوالي 13 إسرائيلي إلى جانب 7 من الجنسيات الأخرى مقابل 39 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وكان الحديث أيضا عن الإفراج عن الأقدمية، من قضوا أحكام لفترات طويلة تصل إلى 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات داخل السجون الإسرائيلية. كل المراقبين السياسيين بيتحدثوا أنه فرصة أن يتم في اليوم الثاني التمديد لليوم الثالث والرابع، الاتفاق بيتحدث عن 4 أيام، وأن تكون فرصة لهدى إنسانية أخرى وصولا لوقف إطلاق النار يا منه.
كان في تفاؤل موجود دولي بالامس بسبب ان الامور بقت طيبه وان بقى في نوع من انواع الاستقرار اللي موجود، وعلشان كده هناك تخيل انه ان شاء الله وارد جدا انه يتم تمديد الهدنه دي ويبقى في وجود هدن اخرى. احنا عايزين نتحول بقى لجريده اخرى ونتحول للنيويورك تايمز. النيويورك تايمز شافت في تطورات حصلت وكان في بقى تناول مختلف للتطورات خاصة بالهدنة خلال الساعات الماضية. تفضل أستاذ محمد. طيب احنا يعني لو مرينا على مختلف الصحف وتحولنا من مختلف الصحف، في اجماع في الاراء في التناول من الصحف الامريكيه بتتكلم عن الدور التاريخي لمصر، وكمان الدور ده ازاي مستمر ولم يتوقف تاريخيا فقط، ان هناك دائما تدخل في اللحظات الحاسمه، مصر بتتدخل وبتعيد يعني كفة الميزان للمظبوط بحيث انه يحصل توازن في الاراء ويحصل استمرار كمان في الهدنة. كمان كان في تناول حتى انساني لما يحدث في غزة الى جانب التحركات السياسية، يعني شفنا في نيويورك تايمز وفي بعض الصحف الامريكية حديث عن حياة الصحفيين داخل غزة، يعني يوم كامل من حياة صحفي، كيف يعيش الصحفي وهو يغطي هذه الحرب تحت قصف يعني مستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية. الجانب الإنساني كمان جانب مهم جدا وجانب محتاجين نشوف فيه معالجة إعلامية من قبل الصحافة، لأنه هو الجانب اللي بيعيش معانا في الذاكرة، كيف يمكن تغطية الحروب من قبل الصحفيين، ضغوط مهنية شديدة جدا بتقع على كل صحفي وكل يعني حامل كاميرا وكل ناقل للصورة في قطاع غزة، عشان ينقل الصورة دي للعالم بيواجه صعوبات شديدة جدا وتحديات كبيرة جدا، لكن هو مصمم انه يقوم بمهمته بحق الناس في المعرفة وحق الناس ان هم يعرفوا اللي بيحصل على الأرض. ده شفناه كمان يا منة في أكتر من صحيفة أمريكية معانا عن التغطيات الصحفية عن الجانب الإنساني في قطاع غزة كيف يتم تناولها إعلاميا. خلينا نتكلم عن الرؤى المستقبلية مع تلويح إسرائيل باستعمال القصف مرة أخرى. نعم، يعني هو الفكره هو ان في محاولات مصريه حاليا لمد الهدنه ليومين او اكثر، لكن هذا الشيء غير مؤكد حتى الان، لان في تعنت اسرائيلي واضح. التعنت ده بدا اولا من منع اهل جنوب غزه من العوده الى الشمال، ثم بعض التصريحات اللي خرجت من الجيش الاسرائيلي وبدأت تنوه عن فكرة اقتحام بعض الأماكن في جنوب غزة، مع أن الإعلام الإسرائيلي الأول كان على أن الجيش الإسرائيلي يستهدف شمال القطاع فقط، بما أن شمال القطاع هو ما يقع فيه الأنفاق، لكن حاليا يتحدثون عن أنفاق أخرى في الجنوب. لهذا فكرة الهدنة وتمديدها ربما لن تكون واقعية مع تواجد نتنياهو، لأن له أهداف معينة كما قلت لا تتفق حتى مع الأهداف الإسرائيلية نفسها، لأن الهدف الإسرائيلي الشعبي هو فكرة عودة الأسرى بدون يعني أي خسائر. طيب أستاذ محمد، نروح مع حضرتك لمقال رأي آخر بنفس الجريدة تحت عنوان المدنيين في غزة تحت القصف الإسرائيلي يقتلون بوتيرة تاريخية. المقال بيقدم رصد لوتيرة القتل المستمر واللي بيتعرض ليه أهلنا في قطاع غزة، أبرز ما جاء في هذا المقال. هو يعني بيتحدث عن فكرة أن خلال فترة الحرب ومنذ بدء حتى الآن وصل الأعداد المعلنة فقط لأكثر من 15,000. يعني هو بيحط نظرة واقعية حاليا أن فكرة أن العدد الحقيقي ربما يصل إلى 20,000 حتى قبل انتهاء الهدنة، لأن من هم تحت الأنقاض قتل. وفكرة القتل بأسلحة حتى أسلحة مجرمة دوليا يعني قنابل فسفورية وما إلى ذلك، وشكل الجثث نفسها جثث الأطفال والنساء وطريقة احتراقها تدل على أن في أسلحة أخرى ربما لم يسمع عنها العالم قد تم استخدامها، وبالتالي تحولت غزة إلى مسرح للعرض العسكري وتجريب بعض الاسلحه الجديده. ووتيره القتل او الشهداء اللي بيسقطوا يوميا كانت اكبر من المتوقع، وبالتالي ايضا في توقع هنا
ان اذا امتدت الحرب كما يرضها نتنياهو لثلاثه اشهر اخرى الى عام، فان الاعداد ممكن تصل الى مئات الالاف، وبالتالي تكون فعليا اباده وليس فقط توقع اباده. وبالتالي هو اتحدث هنا عن وتيره شرسه، يعني اختصت الاطفال والنساء، لان اكثر من 70% من عدد الشهداء هم من الاطفال صحيح. والنساء صحيح. وبالتالي يعني تثبت الرؤيه التي قالت ان يعني بنك الاهداف الاسرائيلي هم الاطفال والنساء، لرؤيه يعني ذهنيه عندهم في يعني معتقداتهم فكره قطع النسل حتى يتم قطع يعني القضيه نفسها. وبالتالي هو يشير الى مدى الجرم، واعتقد ان هذا المقال يثبت ان اسرائيل هي مجرمه حرب، وان تقديم نتنياهو الى المحكمه الجنائيه الدوليه ضروره كبرى، على الرغم من معرفه العالم المسبقه ان اسرائيل لا تلتزم باي قانون ولا تلتزم باي احكام دوليه. ختاما نتحول لليو اس اي توداي، ونختتم بقى بتقرير انساني زي ما زميلي محمد كان بيتكلم في الفقره السابقه، وبنقول انه قد ايه بيحاولوا يصلوا ل يعني يرصدوا كده المشاعر اللي موجوده، بترصد المخاطر اللي بيتعرض لها الصحفيين في غزه، والتقرير بيعمل معايشه بعنوان هل متنا اسبوع في حياه صحفي في قطاع غزه. لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل هذا التقرير. نعم، اولا يعني في شاهد الايام الاخيره على فكره ان الصحافه في غزه بتقوم بدور تاريخي، وهو حصول يعني الصحفي المعتز العزيز على جائزه دوليه كصحفي العام تقديرا لما يقوم به حاليا. اما التقرير فهو بيشير الى فكره يعني خطر الحياه الذي يواجهه الصحفي يوميا لمجرد نقل الخبر، وفكره ان القوات الاسرائيليه نفسها بتستهدف الصحفيين عن عمد لانهم لا يريدون الصوره الحقيقيه تطلع. ده بيرجع لفكره ان الراي العام العالمي الشعبي العالمي انقلب عليهم نتيجه الصور التي تخرج من قطاع غزه، وبالتالي عدد كبير من الشباب حول العالم وخصوصا في الداخل الامريكي، اللي الاستطلاعات اثبتت ان 70% من الشباب الامريكيين غير راضيين عما يحدث من الجانب الاسرائيلي تجاه قطاع غزه، نتيجه انهم بداوا يحصلوا على الصوره من وسائل التواصل الاجتماعي وليس من وسائل الاعلام التقليديه، وبالتالي بداوا ينقلبوا على وجهه النظر الامريكيه الرسميه، ولم ينخدعوا يعني بالتهيئه الاعلاميه الاولى في الداخل الامريكي. كل هذا جاء نتيجه ان هؤلاء الصحفيين خسروا حياتهم لنقل الصوره، والمخاطر الاكبر هنا هي فكره اهاليهم، استهداف اهاليهم حتى يتم رضعهم، وكان هذا يعني واضح جليا في فكره خروج الصحفيه بليكسيا وهي من اصول فلسطينيه الى الخارج نتيجه استهدافها عن عمد واستهداف اسرتها. وده استهداف كمان الى فكره يوم الصحفي الغير عادل، لان القوانين الدوليه تجرم اثناء الحرب وحتى غير الحرب فكره صحيح. استهداف وسائل الاعلام، لانه من المفترض ان تكون وسائل الاعلام في امان تام صحيح. حتى تستطيع ان تنقل الصوره صحيح. بحياديه كامله، لكن للاسف يعني الجانب الاسرائيلي كما عود العالم لا يحترم كل هذه الامور، حتى هو لم يحترم فكره يعني تذليل العقبات امام يعني وفود دوليه صحيح. لتقديم المعونه الغزه او حتى التحقيق فيما يحدث على الارض. فما بالك التحقيق لهذا التقرير يشير الى فكره يعني استهداف الصحفيين بشكل عمدي حتى يصل الامر الى الموت، لان في اكثر حتى استهداف حتى لاهاليهم بشكل مباشر. الارقام بتقول لنا استاذ محمد انه حوالي 55 صحفي شهيد سقط في هذه الحرب حتى هذه اللحظه، بنتكلم على عدد ضخم جدا من الصحفيين والاعلاميين اللي بيمارسوا العمل الاعلامي داخل قطاع غزه. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه القراءه الوفيه لعناوين الصحافه الامريكيه، الكاتب الصحفي محمد العالم المتخصص في الشؤون الامريكيه، كنت معنا من واشنطن.